في عناوين النشرة: بعد توجيه الدعوات إلى جنيف 2، ائتلاف إسطنبول يختلف على المشاركة. حراك حكومي يقوده جنبلاط، سلام في بعبدة وسليمان. يحتم علينا أن نبقى من دون حكومة. أفلام التعذيب في السجون مسرحية. الموضوع وكأنه لحد هلأ بعد ما انتهى التحقيق وكأنه مسرحي. قبل الماجد، صالح القرعاوي مات وعاش وسجن. يوميها أنا الذي يعني شككت في الأمر. دولة داعش محاصرة في الرقة وتنفذ انسحابا من الحدود التركية. أمريكا في مهب العاصفة والثلوج تغطي ولايات كاملة. وفي النشرة: أوضاع لبنان سيئة أمنيا لكن كعب الفن عالي. مساء الخير. لم تهدأ حركة الاتصالات لتأليف حكومة تتفادى الأمر الواقع. القائد المنظم لهذا الحراك هو النائب وليد جنبلاط، والمنفذ الميداني الوزير وائل أبو فاعور، العامل على خطوط الخليلين والمستقبل وتمام سلام، إضافة إلى القصر الجمهوري. تقول معلومات التشاور إن الحديث ما زال في المبادئ وعند السؤال الأساسي: هل سيسمح بتأليف حكومة تضم في مكوناتها حزب الله؟ إن أي من الفاعلين على خطوط التشاور لا يملك هذا الجواب بعد، في انتظار أن يأتي به زائر إلى القصر غدا. فإذا كانت الإشارات إيجابية يستكمل النقاش التشاوري وتوضع الأرقام على الحروف، أما إذا كان سلبيا فيتوقف النبض ليبدأ العد العكسي لتأليف حكومة الأمر الواقع التي يقول القصر إنها حيادية. غير أن كلام رئيس الجمهورية اليوم أبقى باب التشاور مفتوحا على صيغة حكومية جامعة تخرج البلاد من أزمتها الدستورية، لكنه سأل في الوقت عينه: ألا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون إلى أطراف وأحزاب سياسية أن يسهموا من ضمن حكومة حيادية في إنهاض البلد وحمايته؟ وهل هم محرومون حقوقهم الوطنية والسياسية؟ هذه المساعي تسابق الخطر الأمني الداهم الذي دخل دائرة استهداف داعش، علما أن الدولة الإسلامية في العراق والشام تعاني الحصار في ولايتها الممتدة من الأنبار إلى الحدود السورية التركية. ففي الرقة، المعقل الأساسي لداعش عزل مسلحو المعارضة الدولة الإسلامية وطوقوها، وعند الأبواب التركية نفذت داعش انسحابا قالت إنه تكتيكي طلبا لوقف الاشتباكات. مسلحو المعارضة باتوا بموجب هذه المعادلة على مسار ومصير واحد مع النظام، ودولة داعش بدورها تهدد بتسليم معاقلها للنظام ما لم تتوقف الاشتباكات ضدها. يحدث ذلك على أبواب جنيف 2 التي وجهت الأمم المتحدة دعواتها اليوم إليه، واستثنت منها إيران مرحليا في انتظار أن يتقرر مصير مشاركتها خلال اجتماع كيري لافروف هذا الشهر. ولم تكد الدعوات توجه حتى اندلع العراق السياسي في اسطنبول وانسحب من اجتماع الائتلاف السوري المعارض نحو 40 عضوا إثر خلافات على جنيف 2. في طرابلس أصيب جنديان بعد إلقاء قنبلة على آلية للجيش اللبناني قرب براد البيسار في منطقة الزاهرية. وفي البانوراما، رئيس الجمهورية يؤكد أن باب التشاور لتأليف حكومة ما زال مفتوحا. استخبارات الجيش تنفذ عمليات دهم في كامد اللوز في البقاع الغربي. مجلس الوزراء السعودي يدين التفجيرات الإرهابية في لبنان. تقرير للزميل باسل العريضي. عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في قصر بعبدة آخر التطورات السياسية والأمنية مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام. وكان الرئيس سليمان قد راعى حفل افتتاح مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان،
حيث قلده رئيس الغرفة محمد شقير درعا تقديريا. فهل يسمح لنا أن نكون أقل حرصا على وطننا من حرص المجتمع الدولي والدول الشقيقة على استقرارنا السياسي والأمني والاقتصادي؟ بالله عليكم، هل يعقل أن تكون مبادرة المجموعة الدولية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا قريبا لدعم لبنان وجيشه تهدف إلى التمديد أو إلى المقايضة بحكومة من لون معين وبشكل معين، سياسية كانت أم تكنوقراط أم حيادية؟ هل نستطيع إقناع الناس أن هذه الدول هي بحاجة من أجل استقرارها هي إلى التمديد لرئيس الجمهورية أم إلى حكومة معينة في لبنان؟ هل أن إبقاء الوطن من دون حكومة جديدة وإبقاء الحكومة المستقيلة وأنا وقعت مراسيمها يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 أيار أم العكس؟ وهل أنه في حال عدم التوافق على حكومة جامعة كما أردت طوال 10 شهور يحتم علينا أن نبقى من دون حكومة؟ بالله عليكم، هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على أن يستمر في رفض التشكيلات التي يقترحها رئيس مكلف من قبل 124 نائب؟ نفذت استخبارات الجيش اللبناني في الأيام الماضية عمليات دهم في كامد اللوز بالبقاع الغربي بحثاً عن خلية أسهمت في نقل زعيم كتائب عبدالله عزام ماجد الماجد من مستشفى حامد فرحات إلى مستشفى المقاصد في بيروت. وقد نقلت هذه الخلية بحسب المعلومات ماجد الماجد من القلمون إلى عرسال ومن ثم إلى مستشفى حامد، حيث لم يتمكن الأطباء من معالجته إلى أن نقل أخيراً إلى مستشفى المقاصد في بيروت قبل أن يقبض عليه. وبحسب المعلومات الأمنية للجديد، فإن الماجد أدخل إلى مستشفى فرحات تحت اسم محمد طالب بعدما كان يعاني تلفاً في الدماغ وجهداً في عضلة القلب ومشاكل في الكلى. وقد نقله إلى المستشفى شخص يتحدث لكنة سورية وأعطى المستشفى رقمه للتواصل معه، وبعد أيام تواصل المستشفى معه بوجوب نقله إلى بيروت على أن تكون التكلفة 5000 دولار، وقد دفعها لسيارة الإسعاف التي أوصلته إلى مستشفى المقاصد باسم محمد طالب وجرت معالجته، لكنه حاله تراجعت فاقترح المستشفى نقله إلى منزل ووضع ماكينة لغسل الكلاوي وممرضة له على لا تقل التكلفة عما يقارب 30000 دولار، فوافق الرجل الغامض وطلب إرساله إلى المنطقة في البقاع الغربي. وهناك كانت الأعين قد فتحت على هذا النازح السوري الذي بلغت تكلفة علاجه 1000 دولارات، وعندها وأثناء نقله ألقي القبض عليه. وفي ظل هذه المعلومات، فإن استخبارات الجيش نفذت عمليات الدهم في هذه المنطقة لا سيما في كامد اللوز وهي منطقة تحرك الخلية. حذر النائب طلال أرسلان رئيس الجمهورية من حكومة أمر واقع متوجها إليه بالقول: حكومة كهذه تفقدك شرعيتك. أدعو إلى الوقف الفوري والنهائي لهذا الإجرام الموصوف والعودة إلى طاولة الحوار، وهنا الدور المركزي لرئيس الجمهورية. إن حكومة الأمر الواقع حكومة غير دستورية، وبالتالي هي حكومة غير شرعية. إن توقيعك على مرسوم تأليف الحكومة يستمد دستوريته وشرعيته من الدستور والدستور فقط، وبالتالي لا قيمة لتوقيعك إذا ما كان المرسوم الذي ستضع توقيعك عليه مخالف للدستور. نقل وفد من حزب الله برئاسة الشيخ عبد المجيد عمار إلى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، واستنكارا للحادث المؤسف الذي تعرض له أخيرا في مسجد الخاشقجي. عمار وإثر اللقاء في دار الفتوى رأى أن الذي يسعى لتأليف حكومة من دون حزب الله إنما يسعى لإشاعة الفوضى في البلد. نحن لسنا ضد تقوية الجيش، ولكن علينا أن نسأل ما هو الثمن السياسي الذي تريده اليراد من خلال ذلك. الجيش يستحق أن يكون قويا لأنه جيش مقاوم، جيش في عقيدته القتالية هو ضد العدو الإسرائيلي، ونحن أول من طرحنا إمكانية تقوية وتسليح هذا الجيش، والمبادرة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية لا تزال قائمة، كما أن هنالك محاولات كثيرة.
دان مجلس الوزراء السعودي التفجير الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية والتفجير الذي أودى بحياة الوزير السابق محمد شطح، واصفا التفجيرين بأنهما إرهابيان. وقال وزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة إن مجلس الوزراء السعودي أكد استنكار المملكة وإدانتها التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أخيرا في بيروت، ودعا اللبنانيين من الأطراف كافة إلى الاستماع للغة العقل والمنطق وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة التي تستنزف لبنان ومقدراته. تحذير السفارة الأمريكية الأخير مواطنيها أثار بلبلة في الشارع اللبناني، فما هي طبيعته؟ لم يكن لتحذير دول الخليج مواطنيهم من القدوم إلى لبنان والطلب من الموجودين على أراضيهم مغادرته بسرعة، ولا سيما السعودية والكويت والإمارات، أثر في الشارع اللبناني باعتبار أن الأشقاء العرب يقاطعون لبنان بالسياسة قبل الأمن. تحذيرات الولايات المتحدة السابقة أيضا لم يستهجنها اللبناني، وهي الحريصة دائما على أمن مواطنيها. وإذ كانت السفارة قد حذرت مواطنيها في اليوم الأخير من العام الفائت من عدم القدوم إلى لبنان وطلبت ممن فيه الحيطة والحذر، فإنها أثارت التوتر في الشارع اللبناني بعدما عدلت بيانها نهار الأحد محددة الأماكن التي عليهم تجنبها. فإذا بطلب السفارة من مواطنيها تجنب المراكز التجارية والفنادق يبدو كأنه إنذار للبنانيين كافة، على مبدأ أن الأمريكي وصلت إليه معلومات أمنية استخباراتية تشير إلى أعمال تخريبية في هذه الأماكن. ولكن النص الحرفي للمقطع المذكور وإذا حلل على الطريقة اللبنانية يعطي دلالات أخرى، وكأن عملا إرهابيا سيقع في مراكز تجمع على الطراز الغربي. وفي البيان ما يلي: بعيد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بيروت وأعمال العنف الحاصلة في لبنان في الأشهر الأخيرة، تحث الحكومة الأمريكية بقوة مواطنيها في لبنان على توخي الحذر الشديد وتجنب الفنادق ومراكز التسوق ذات الطابع الغربي وسلسلة محال البقالة التي تتصف أيضا بطابع غربي، وكل مناسبة اجتماعية أو حدث عام يجتمع فيه عادة مواطنو الولايات المتحدة، إذ إن هذه المواقع أهداف محتملة لهجمات إرهابية على الأقل على المدى القريب. رئيسة القسم الإعلامي والثقافي في السفارة روبن هولزهاور أكدت للجديد أن هذا البيان ليس لإخافة المواطنين، بل هو إجراء احترازي بعد التطورات الأخيرة. Warned their citizens because they have some kind of intelligence data or information that's telling them something bad's going to happen soon. You as you know, as the American embassy, like, what do you have to say after all these speculations? Well, this security message complements our travel warning that we had in October that urged citizens not to travel if possible to Lebanon because of the security situation. And our message on Sunday, because of the recent bombings that we've seen, the other violence that we've seen throughout Lebanon, we're just urging people to be more aware and more vigilant in what they do and where they go to help keep them safe. It's like you're analyzing it might happen in these places, and these places mm-hmm. it happens in different countries, right? Mm-hmm. It's not like you think something bad's going to happen. Well, yeah, and unfortunately we've seen a lot of bad things happening here lately, and we're hoping that that won't continue. But with the pattern that we've seen, you know, we've seen the bombings just recently in so few, with such short distance between the two. We need to stay vigilant. What about the WhatsApp that the embassy is telling people to be careful tonight and to have a safe day and, you know, to watch out tonight because something is going to happen? Yeah, that particular message did not come from us. The only official message that we have is on our official website and Facebook and Twitter pages. We don't want to see more casualties. We want people to be safe and be aware. Obviously, with everything that's happening in Beirut, in the greater Lebanon, we want all people to be safe. بيان السفارة لربما أتى مطمئنا لحصره المخاطر في أماكن محددة، ففي ظل الفلتان الأمني في لبنان والتهديدات التي لم تستثني أحدا أو منطقة، أصبحت الشوارع المسيسة منها والمعتدلة عرضة للتهديد أيضا. نوال بري، قناة الجديد. ما هي حقيقة الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن التعذيب في السجون؟ قائد الدرك يعتبرها مسرحيات والصورة تحكم. أفلام مساجين عنوان شغل الأمنيين اليوم بعدما تسربت صور وفيديوهات تعكس حقيقة الواقع الخارجي والفتنة المتنقلة على الشاشات والمنابر. إنه لا في أي تهديد لا أي تحريض بثلاث صور وثلاث أفلام المنشورين سواء بسجن طرابلس أو سجن بعلبك أو سجن رومي.
لا أولية صدرت عن المحققين في صحة الأفلام المسربة، والهدف وقف التحريض وإبقاء السجون بمعزل عن التشنجات الخارجية. والموضوع وكأنه لحد هلأ بعد ما انتهى التحقيق وكأنه مسرحي. لا يوجد أثار ضرب على أي من النزلاء والذين جرى الكشف على أجسادهم في مكتب الضابط المسؤول في السجن كلهم على حدة. الإفادات المستمعة حتى الآن متطابقة لجهة عدم حصول هذا التسجيل في السجن، والمستمع إفاداتهم من كل المذاهب والطوائف. بالنسبة لسجن طرابلس، بيّن أن الصور والفيلم مظبوطين، إنما حاصلين قبل 5 أشهر تقريبا. واللي قايمين بالفعل من نفس الطائفة، حتى شخص يلي على أساس هو عم يتعرض، وتبين أنه كلهم متفقين مع بعضهم لإظهار صورة أحد النزلاء لتنبعت بواسطة تقنيات التواصل الاجتماعي لشقيقه يلي بالخارج بغية ابتزازه من أحد السجناء الخطيرين يلي كان موجود أيضا في الصورة. ما تبين في ممارسة أي شدة وأي عنف أو أي أذى، والموضوع ثبت أنه مسرحية بكل معنى الكلمة. ما في أي وشم على ساعد أو زند أي من الموقوفين الإسلاميين. بالنسبة للصوت، ما تبين للمحقق أنه الصوت هو ذاته للشخص للنزيل المشتبه فيه، بدليل ترديده للعبارة كذا مرة. إنما بالرغم من ذلك، لأن التحقيقات ما تزال جارية، نحن نقوم بالتحقق أكثر فأكثر باستخدام بعض التقنيات إذا سمحت لنا الظروف. الخلفية الموجودة بالصورة مش متطابقة لأي خلفية موجودة بأحد زنزانات مبنى الموقوفين به، وبالتالي ما فينا نقول إنه هالشي ممكن يكون حاصل بسجن الأحداث أو بسجن المحكومين لأسباب نحن بنعرفها ما فينا نقلكن إياها، مستحيل تصير هونيك. إذن على ذمة الراوي الأفلام غير واقعية وهي مستمدة من واقع مر، وعلى ذمة بعض النزلاء الرومي الذين اتصلوا بالجديد في خلال المؤتمر الصحفي لقائد الدرك، فإن أحداً لا يجرؤ من الأمنيين على دخول مبنى الموقوفين الإسلاميين، وعليه فرد على العميد بالقول الفيلم صحيح وأهل رومي أدرى بشعابها. الأمم المتحدة توجه الدعوات لحضور جنيف 2 حول سوريا. داعش تنسحب من مناطق قرب تركيا لمصلحة مقاتلي المعارضة السورية. كريم مجددا في الأراضي المحتلة لبحث عملية السلام، وأخبار إضافية في بانوراما الدولية للزميلة عنان زلزلي. وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوات للمشاركة في مؤتمر السلام حول سوريا المقرر أن يعقد في جنيف في 22 من الجاري. وقال بيان الأمم المتحدة أن المشاركين الأساسيين في المحادثات هم حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة التي تقاتل منذ نحو 3 أعوام لإطاحته، وأعلن أن إيران ليست على اللائحة الأولية للمؤتمر، فيما سيبحث وزيرا خارجية روسيا وأمريكا أمر مشاركة طهران في اجتماعهما المقبل يوم 13 من هذا الشهر. وبالتزامن مع توجيه الدعوات، اختلف أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض حول المشاركة، وانسحب أكثر من 40 عضوا من الاجتماع المنعقد في اسطنبول.
تخلى مقاتلون موالون لتنظيم القاعدة عن أراض قرب الحدود التركية في إطار انسحاب تكتيكي لوقف الاشتباكات بين مسلحي المعارضة السورية. وأفاد ناشطون أن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش انسحبت باتجاه حلب ومن دون قتال من معاقل رئيسة لها في بلدة الدانة وبلدة أطمة في محافظة إدلب. إلى ذلك احتدمت المعارك بين مقاتلي المعارضة المسلحة وداعش شمالي سوريا، وانتقلت من ريف حلب إلى الرقة حيث تحاصر كتائب معارضة عناصر داعش فيها، كما تمكنت من إطلاق سراح 50 شخصا كانوا معتقلين لديهم. هذا واتفقت القوات النظامية ومقاتلو المعارضة على إجراء هدنة في حي برزة الواقع شمالي العاصمة دمشق بعد نحو عام من الاشتباكات والعمليات العسكرية. وفي سياق الترويج الإعلامي للجهاد في سوريا، أعلن والد شاب جهادي فرنسي توجه إلى سوريا ليقاتل الجيش النظامي أن العائلة أبلغت برسالة نصية وفاة ابنها في عملية انتحارية، وذلك بعد أشهر من مقتل أخيه غير الشقيق خلال جهاده في سوريا أيضا. دعا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عشائر وسكان مدينة الفلوجة التي خرجت عن سلطة الحكومة إلى طرد الإرهابيين لتجنيب المدينة القصف وأخطار المواجهات المسلحة، وأصدر تعليمات إلى قوات الجيش التي تحاصر المدينة بعدم ضرب الأحياء السكنية في الفلوجة. وأعلن المجلس العسكري للثوار الأنبار النفير العام في مدن المحافظة، وجاء هذا الإعلان وفق بيان صادر على المجلس بعد التشاور مع المجالس العسكرية في الموصل وأبو غريب والفلوجة بغرض حصول رجال وشباب هذه المحافظات على شرف الدفاع عن أهلهم وأعراضهم التي انتهكت في ظل حكومة المالكي وميليشياته. ودانت وزارة الخارجية الروسية الأعمال الإرهابية في العراق مؤكدة دعمها للسياسة التي تنتهجها السلطات العراقية في مواجهة الإرهاب والتطرف. ويسيطر مسلحو داعش على أجزاء من الفلوجة، بينما يقول مسلحون من عشائر الأنبار إنهم سيطروا على المدينة التي تشهد اشتباكات. وأفادت مصادر في محافظة الأنبار العراقية عن مقتل الرجل الثاني في المجلس العسكري لتنظيم داعش في العراق ويدعى أبو عبد الرحمن البيلاوي. وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى عاصمة جنوب السودان حيث التقى نظيره سلفا كير لبحث الأوضاع الراهنة، وسيجري الطرفان مباحثات مغلقة حول الأوضاع في جنوب السودان وضرورة استمرار العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الدائر هناك. وتتزامن زيارة البشير إلى جوبا مع بدء أول مفاوضات مباشرة بأديس أبابا بين وفدي طرفي النزاع في دولة جنوب السودان. تظاهر آلاف اللاجئين الأفارقة من السودانيين والإريتريين في تل أبيب ومدينة إيلات الجنوبية ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى حصرهم في معسكرات عمل في النقب لإبعادهم عن المدن الإسرائيلية وترحيل عدد منهم قسريا بوصفهم متسللين، فضلا عن معاملتهم بطريقة عنصرية لا تخلو من الإهانة والاستخفاف والسخرية. حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من انخفاض درجات الحرارة التي ستصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، ويستعد نحو 140 مليون أمريكي لموجة شديدة من البرد هذا الأسبوع، بحيث تتساقط الثلوج ويسجل تدني قياسي في درجات الحرارة في عدد من الولايات، ويرجح أن تتدنى درجة الحرارة إلى قرابة 50 درجة أقل من معدلها العام في مثل هذه الفترة من السنة. أصيبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بكسر في الحوض خلال ممارستها رياضة التزلج في سويسرا حيث تقضي عطلة أعياد الميلاد، وتعاني ميركل رضوضا بسبب إصابتها وستضطر إلى البقاء مستلقية قدر الإمكان في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وستلغى المواعيد المقررة للمستشارة بسبب الإصابة. يذكر أن ميركل أعربت عن أسفها الشديد وحزنها بسبب الحادث الذي تعرض له المتسابق الأسطوري الألماني لاعب الفورمولا 1 مايكل شوماخر. الزميل في قناة المنار عباس كرنيب لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، فكان الشهيد الخامس في تفجير حارة حريك. لم يسلم الزميل في قناة المنار عباس كرنيب الروح كغيره من شهداء تفجير حارة حريك الأربعة، بل قاوم انفجار شرايين رأسه نتيجة ضغط التفجير طوال أربعة أيام قبل أن يستشهد فينضم إلى قافلة شهداء الأعمال الإرهابية. وآن الأوان للذين يرعون هذا الوحش الإرهابي المطلق العنان تسليحا وتمويلا واحتضانا، إن كان عبر الألسن أو عبر توفير عناصر وإمكانيات الاستمرار عملية سفكه للدماء، أن الأوان لهؤلاء أن يدركوا تماما
أن هذا العدو إن كانوا يتصورون أنه يلبي بعض مصالحهم السياسية أو يلبي أو يشفي غليلهم وغضبهم وحقدهم، فإن هذا العدو بالنتيجة هو سيأكل الجميع بدون استثناء. فهذا مش دين الإسلام، ولا يمثل الإسلام بأي صلة. دين الإسلام دين التسامح، دين محبة بين كل الأديان، مش بس مع المسلمين لحالهم. إحنا منو الله يهديهم ويصلحهم، منقول له شكراً يا بندر بن سلطان على الهدية اللي عم يبعتنا إياها، كتر خير. في عيون والد الشهيد دمعة يرفض أن يذرفها، فنحن قوم يعشق الشهادة كما يردد. ما بنبكيش عميتنا، شهيد الوطن، شهيد المسيري، شهيد المقاومة، شهيد هذا مسيرنا يا بنت، هي مسيرتنا، ما فيش عنا غيرها يعني. لا بنحزن ولا بنبكي ولا بنعيط ولا مسيرت عمره هالقد. الله يسهل عليه، الله يرحمه، والله في من يحفظه، في من حريص عليه أكثر من إننا. زينب القريبة عليه، فاطمة الزهراء بن الصالح، والحسين بيحضنه بيحترمه. شوفي هالقد، بس هالقد، هذا خطنا يا بنتي، هذا معيشنا، هذا حليبنا، هذا مربينا. شو اللي فجر حال المجرم؟ شو بيكتير اللي بفجر حاله؟ شو بيطلع منه هذا الجهة؟ هذا من لا بيعرف دين ولا بيعرف يقين ولا له موطن ولا له شيء. 21 عاما أمضاها الشهيد عباس في ربوع قناة المنار، تنقل بين أقسامها، وقبل استشهاده عمل في قسم الهندسة، فكان الصديق الصدوق كما وصفه من عمل معه. كان مخلص من درجة كبيرة، مبتسم ضحوك دايما، ما كان يقول لا أي مشكلة، كان أي مشكلة من المشاكل أو أي اقتراح أو أي شيء واحد بحب يساعده فيه كان يحط رأسه فيه وينهيه على الأخير ويقدم الحلول دائما. عباس صراحة مثال الشاب المضحي، استشهد على طريق المقاومة ونحن منعاهده أنه نبقى على هذا الطريق. من الضاحية الجنوبية إلى مسقط رأس حداثة قضاء بنت جبيل، سينقل جثمان الزميل الشهيد يوم الثلاثاء، حيث سيرقد إلى جانب شقيقه حسين كرنيب شهيد تحرير عام 2000، فتراب الجنوب سيحضن شهداء الإرهاب بأوجهه كافة. كتائب عبد الله عزام بين الحقيقة الدموية والوهم الاستخباري، تحقيق جاد غصن. منذ لحظة الإعلان عن اعتقال أمير تنظيم عبد الله عزام ماجد الماجد، بدأت أسئلة تنسج حول طبيعة الاعتقال والجهات التي ساعدت عليه، قبل أن ينشب صراع بين جهات دولية على المشاركة في استجوابه، ليستمر الخلاف حول أسباب موته. مؤشر لبنك معلومات كان يملكها الرجل، غير أن القضية قد تكون أكبر من ذلك، فتاريخ تنظيم كتائب عبد الله عزام ملتبس على جهات أمنية وإسلامية عدة. الرواية تقول أن أمير التنظيم سابقا السعودي صالح القرعاوي توجه عام 2004 إلى العراق لتعتقله القوات السورية وتسلمه إلى المملكة العربية السعودية ليسجن 4 أشهر ويطلق سراحه، ويعود بعد ذلك إلى العراق ويتعرف إلى أبو مصعب الزرقاوي وينفذ عددا من العمليات معه، كل ذلك قبل عام 2010. أشك في الرواية لا يقف عند سبب إفراج المملكة عن مطلوب رقمه 34 على لائحة 85 إرهابيا عندها، بل يتعداه إلى كون لا إثبات على هذه الرواية إلا من خلال مقابلة صحفية مكتوبة نشرها موقع الفجر مع القرعاوي، ليكون ذلك الظهور الإعلامي الوحيد للرجل. تزامنا تبنت الكتائب عددا من عمليات إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل من خلال بيانات انغمست في التفاصيل اللبنانية، خلافا لخطاب التنظيمات السلفية الجهادية، لتزيد شكوك عدد من المختصين بشؤون هذه التنظيمات. آخر 3 بيانات يلي يعني الفضل بكتابتهم لأحد خلينا نقول أحد الشخصيات الشمالية الرسمية هلأ القريبة من تيار المستقبل، قضية كتائب عبد الله عزام تم اختراقها، حتى آخر خطاب للقرعاوي الذي جاء غريب أمره.
وهم ليس عندهم هذه الأدبيات التي تكتب في مثل هذه التقارير أو هذه النداءات التي يكتبها المدعو صالح القرعاوي، وهذا قتل من 7 سنوات، وبما يستعملون هذا الاسم لرمزية معينة وليس هو من يكتب هذا الكلام. الأشهر التي تلت هذه المقابلات التي جرت في نهايات عام 2010 زادت التباس التنظيم، فأمير التنظيم صالح القرعاوي الذي قال فيه كثيرون أنه قتل لدى اعتقاله في المملكة السعودية عاد وظهر في عدد من المنتديات الإسلامية من خلال خبر إصابته بصاروخ في أفغانستان أدى إلى قطع رجليه ويده. وبحسب الرواية نفسها سلم القرعاوي نفسه إلى المملكة السعودية لتطببه في مقابل ضمانة عدم اعتقاله، غير أن المملكة اعتقلته. وهنا أيضا غير مفهوم سبب تسليم القرعاوي نفسه إلى جلاديه، ما هي إلا فترة وجيزة بعد شيوع الخبر حتى أعلن خبر تولية السعودي الآخر ماجد الماجد أميرا على تنظيم كتائب عبد الله عزام. عدنا إلى الداعي عمر بكري فستق الذي تبين من تصريحاته الأخيرة أن شكوكه في التنظيم زالت، لنسأله عن السبب. هذا الكلام حصل لأن كنا نظن بأن صالح القرعاوي كان قد مات أو قتل بعد تسليمه للنظام السعودي، لكن عندما خرج كتاب عبد الله عزام بعمليات ضرب الصواريخ أعلن آنذاك أن صالح القرعاوي أميرا. يوميها أنا الذي يعني شككت في الأمر وظننت بأن هناك يعني زي لعبة، ثم تأكد من مركز الفجد للإعلام. ولكن عند الغوص في سيرة التنظيم الملتبسة يظهر أن الشكوك في كون التنظيم مخترقا لم تفارق فستق، وخصوصا عودة التنظيم إلى الانغماس في التفاصيل اللبنانية في المطالب التي ذكرها الناطق الإعلامي لديه سراج الدين زريقات إثر تبنيه تفجير مبنى السفارة الإيرانية. عم بيحكي بتفاصيل لبنانية وهن كلهم سعوديين أصيب بأفغانستان ورجع على السعودية وأمر حدا سعودي، ما في شيء غلط بالخبرية؟ يعني هذا عدت بي إلى ما قلت أنا من 3 سنوات. كتاب عبد الله عزام أنا أصلاً أن أصنفها بأنها فصيل جهادي لبناني بامتياز، وإن كان أميره ليس من لبنان، بينما عادة تنظيمات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة وللدولة الإسلامية في العراق والشام تعلن إمارات إسلامية تطالب بتطبيق شرع الله، يعني تعلن أنها تريد أن تقيم شرع الله وليس إطلاق سراح بعض الموقفين هنا وهناك. هل هذه مخترقة من قبل الجهات الأمنية؟ ممكن، لأن الجهات الأمنية والمخابرات الدولية قادرة على اختراق أي جهة. أما اللغز الأخير فهو تولية ماجد الماجد الإمرة على التنظيم خلفا لصالح القرعاوي، مع أن الماجد لم يكن أحد أفراد الكتائب وإنما كان عضوا غير قيادي في فتح الإسلام ومن ثم في عصبة الأنصار. ومن هنا يطرح السؤال، هل كتائب عبد الله عزام تنظيم مستقل أو مخترق أم هو مجرد واجهة لجهة استخبارية؟ جد غصن، قناة الجديد. الفيسبوكيون والمغردون شاركوا الظاهر في قصصهم الخرافية أيضا. بعدما كشف النائب خالد الظاهر أنه وليد معجزة نبوية تلخصت بحضور النبي محمد إلى أحلام والده عندما كانت والدته حاملا به وبشره بقدومه قبل يصبح الظاهر صاروخا بعد علمه بهذه الواقعة، حدث هرج ومرج افتراضي استعمل فيه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خفة دمهم للتهكم على ما قاله الظاهر، فمنهم من اخترع قصصا مماثلة لقصة الظاهر ومنهم من نشر صورا ساخرة. فكتب أحدهم على موقع فيسبوك: هل إذا أبو خالد الظاهر اخترع القصة كرمال ينعم خالد تولع الجو نهار الخميس ليلة الجمعة بيقوم خالد الظاهر بيصدقها وبيخبرها على التلفزيون. وكتب آخر: هل النبي ما عنده شغل غير الإسلاميين، الظهر بيروح بيصلي ورا مرسي وبيرجع على السريع على السما ليحضر الغداء مع أجدد انتحاري، وبالليل بيطلع لأبوه للداعية خالد الظاهر بالمنام. في حين غرد أحدهم على موقع تويتر: الناس تطلب من خالد الظاهر الانضمام إلى أسطولها الفضائي. وغرد آخر: أصدر إبليس بيانا أعلن فيه أنه هو من نزل على والد خالد الظاهر فاقتضى التوضيح. في حين كتبت إحداهن على الموقع عينه: لما الإدارة الأمريكية سمعت تصريح الظاهر حول أنه صاروخ دعت السفارة لإجلاء الرعاية خوفا أن يفجروا ضحكا. الآن نبقى مع النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفي. مساء الخير،
رغم الأوضاع الأمنية السيئة وتراجع المسرح ببيروت ككل، بيبقى هناك تجارب خجولة تأكيدا على رفض اللبنانيين الاستسلام للوضع الراهن، وتأكيدا على أهمية المسرح كواجهة ثقافية وحضرية ببلد بيتغنى بالثقافة مثل لبنان. ومن هالتجارب مسرحية كعب عالي للكاتب والمخرج جاك مارون اللي عم تنعرض على خشبة مسرح منو من تمثيل عمار شلاق، طلال الجردي، ريتا حايك ونسرين أبي سمرة. مسرحية بتطرح مسألة العلاقات الشخصية الجيدة أو السيئة ونتائجها، وهي مزيج من الدراما المطعمة بمواقف كوميدية هدفها تسليط الضوء على وقائع مضحكة مبكية من حياتنا. المفروض ان يكون شيء بريح. هيدا حاسه اني مرتاحه؟ ما بعرف اذا الكلمه الانسب هي مبدئيا عضلات الاجر موصولين بكل اعضاء الجسم، لذلك المفروض دائما نكون منتبهين لاجرينا. شفت اذا كانوا اعصابي مرتاحين؟ لانه ما عم تنتبه لاجريك. مش كرمال هيك اعصابي مرتاحين عبيد. هيك أحسن؟ المسرح عطول بيجذبني وعطول بحنله. بعترف أنه أعمالي بالمسرح كتير قليلة، بس هذا النص، نص كعب عالي، كتير أغراني، كتير قريب من الواقع، كتير ممكن يصيب مطلق أي 70% أو 80% من الشعب اللبناني. بالنسبة للبلد، هذا لبنان من 75 لليوم. لبنان مثل طائر الفينيق، بس أنا برأيي من 75 لليوم تفوق على طائر الفينيق. عادة طائر الفينيق بينطر ليصير رماد لحتى يقوم من تحت رماد، نحن ما نخلي حالنا نصير رماد. أول ما بدها تبلش طول على القصص بنرجع بنقوم ونزبط وضعنا وكذا. مع أنه المشاكل أنا بمطرح المطارح صابتني ببيتي وعندي، بس هيدي مهنتي وبدي كمل مثل ما كل الشعب اللبناني بيكمل. كان حلم وعم بيتحقق مع وحشين على المسرح مثل طلال وعمار. كان أول شيء تحدي كتير كبير ومسؤولية كبيرة، وهيك محل كنت خايفة إنه هالناس حاطين كل هالثقافية وجاك حط هالثقافية لكون حاملة كل هالمسؤولية وعم بلعب دور هالقد صعب. ما معقول هالشخصية شو عنيت لي، يعني تذكرت كتير قصص أنا عشتها بحياتي بتشبهها، وبذات الوقت في كتير قصص ما بتشبهها. يعني جربت قد ما في أقربها علي لحتى تكون هالقد حقيقية مش مصطنعة، وما تضايق بولا محل العالم تكون حقيقية. فاكروا مش كتير يطلعوا ليه؟ هو أكيد بحب السردينات اللي بلبسهم قد يكونوني، بس أنا بحبهم. أنت شو رأيك؟ أنا بموت فيهم. سوري يا عمري. ميرسي. وأنا كمان بحب كيف ببينوا إجريي فيهم. بحس حالي طويلة بكون عصبيتكم وأطلع دغري بعينكم. ما بيصير لي أعمل هيك إلا بس ألبس هالسكربينة. حبيت راسي. شو رأيك يا عمري؟ رأيك؟ رأيي أنه شيء جداً سخيف ومثير للسخيف. البلد وضعه سيء جداً، بس المفارقة المنيحة أنه رهاننا كان أنه شعب بيحب الحياة، وشفتوا النتيجة أنتوا أنه الحمد لله الإقبال الجمهور عم بيكون أكثر من رائع. وظيفتنا أنه نمثل، فعم نحاول نحارب بالطريقة اللي نعرف نحارب فيها، أنه نقدر نظهر الناس من الجو المشحون عم بيكون فيه البلد والمنطقة كلها سوا، انه تقدر متنفس صغير على القليل واحد يظهر الساعتين زمان يغير. ما حدا بيجي على المسرحية الا ما بيلاقي حاله بشخصية من الشخصيات، فيمكن هيدا اللي عم بيخلي العالم هالقد تحبها للمسرحية، لانه عم بيشوفوا حالهم بمحل معين على المسرح بين هالشخصيات. انه في 4 شخصيات، كل واحد بيلاقي حاله بشخصية او التاني، او بيلاقي حاله مع كل شخصية على المسرح. ما في يعني رسالة وحدة عن اني مراية عن مجتمعنا ونحن منحلل. بتصور هن عم يحللوا كل واحد على طريقته. بتبطل لقلنا المسرحية يعني، بس نعرض بصير للجمهور، بتبطل لقلي ولا للممثلين. قصة من المجتمع ما فيهم الممثلين عم يجربوا انه يقولوا الحقيقة على المسرح بين بعض. يمكن قلت اشياء ما كان لازم قولها. اشياء ما كان لازم قولها، بس انه تسمحيني اقصفك على السريع. تسمحيني على السريع مال هيك. لا اعتقد في امكانيه لهذا الامر. اذا كنت بعدك قايل لي رح تنفعني من الوريد للوريد،
شوارب. انا قعدت مع سكرتيرتي امبريت ليلتنا قلنا ايش ما كان اسم الاولى ما اسمك ناعم اسمك عروس جنسي ثقيل عرضك على هالتسميه ما بعرف العالم صايره سانسير للاولياء عربي المصطلح تحرش جنسي بكثره الاستهلاك فقد معناه مع احترامي لجميع المدافعين عن حقوق المراه انا ولا باي لحظه هتكتر ولا باي لحظه فهمت انه في خطر على وظيفتك في حال لم تستجب معي جسديا اسكت او جنسيا ما هو معروف اسكت منتابع أخبارنا مع فضل شاكر اللي أعلن أنه صور فيديو كليب جديد رغم أنه متواري عن الأنظار ورغم أنه مطلوب للمثول أمام القضاء اللبناني. هل رح تحذف الرقابة المصرية مشاهد من فيلم هيفا وهبة؟ صلح فني بين إليسا ومروان خوري الإعلامية الأشهر أوبرا وينفري إلى القفص الذهبي بعد خطوبة 20 سنة. تفاصيل هالأخبار وغيرها بالبانوراما الفنية. بعد الضجة التي أثارها الفنان المعتزل فضل شاكر بسبب طرح أنشودة بعنوان إن المسيح مبارك يبدو أن الأخير المتواري عن الأنظار منذ أحداث عبرة انتهى من تصوير الأنشودة على طريقة الفيديو كليب فقد كتب في تغريدة خاصة على موقع تويتر قريبا فيديو كليب جديد 2014 أخوكم فضل شاكر وفي تغريدة أخرى قال تم الانتهاء من تصوير كليب إن المسيح مبارك وخلال أيام سيتم العرض انتهت هيفا وهبة من تصوير الفيلم السينمائي حلاوة روح المقرر عرضه أواخر كانون الثاني الحالي إلا أن الرقابة على المصنفات الفنية في مصر قد تؤخر عرض الفيلم لحين مشاهدته كاملا قبل إعطاء الإذن بعرضه خصوصا مشهد اغتصاب هيفا من قبل الممثل محمد لطفي رغم أن هيفا اشترطت على المخرج أن يكون المشهد غير مقزز لأنها تريد أن يتعاطف الناس مع الموضوع لا أن يثير غرائزهم إلا أن الرقابة سوف تدقق في هذا المشهد قبل إعطاء الإذن بعرض الفيلم هذه المرة جاء التأكيد من الطرفين بعد جفاء إليسا ومروان خوري عادت المياه إلى مجاريها بينهما ليكون في حكم المؤكد وجود أغنية من كلمات وألحان مروان في ألبوم إليسا الجديد الذي تعمل على تحضيره والمقرر صدوره خلال شهر حزيران المقبل إليسا أكدت الخبر بنفسها بعدما أبدى مروان استعداده للتعاون معها من جديد بعدما غاب عن ألبومها الأخير أسعد وحده لعتب يبدو أنه زال بعد خطوبة استمرت 20 عاما أعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري زواجها من خطيبها ستيدمان جراهام معبرة عن إقدامها على هذه الخطوة بقولها لم أعش حياة تقليدية ولن يكون زفافي تقليديا أما جراهام فقد صرح قائلا قررت أنا وأوبرا الارتباط رسميا لنكمل معا حياتنا كزوجين خصوصا بوجود التوافق الروحي بيننا وسأرتبط بها إلى الأبد يذكر أن أوبرا الإعلامية الأشهر والأثرى عالميا عاشت طفولة فقيرة بعد انفصال والديها وتعرضها للاغتصاب وكافحت في مسيرتها العملية إلى أن وصلت إلى تقديم البرامج التلفزيونية التي أثرت سيرتها الذاتية وأكسبتها ثروة جعلتها من أغنى نساء العالم التقى عشرات النجوم العالميين في الدورة 25 لبالم سبرينغز انترناشنال فيلم فيستيفال وعلى السجادة الحمراء لفتت الانتباه جوليا روبرتس وساندرا بولوك إضافة إلى النجوم توم هانكس، برادلي كوبر، ميريل ستريب، إيمي آدامز وغيرهم في أمسية حافلة بالجوائز والعروض المباشرة لهون منوصل لختام نشرتنا الفنية زميلتي دريم ترجع بتلتقي فيكم مساء بكرة بنشرة فنية جديدة من هلأ لوقت تضلوا بألف خير والآن تذكير بالعناوين. بعد توجيه الدعوات إلى جنيف 2 ائتلاف إسطنبول يختلف على المشاركة حراك حكومي يقوده جنبلاط سلام في بعبدة وسليمان يحتم علينا أن نبقى من دون حكومة أفلام التعذيب في السجون مسرحية الموضوع وكأنه لحد هلأ بعد ما انتهى التحقيق وكأنه مسرحي قبل الماجد صالح القرعاوي مات وعاش وسجن يوميها أنا الذي يعني شككت في الأمر دولة داعش محاصرة في الرقة وتنفذ انسحابا من الحدود التركية أمريكا في مهب العاصفة والثلوج تغطي ولايات كاملة أوضاع لبنان سيئة أمنياً لكن كعب الفن عالي
اسمحيلي اتصل على السريع. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.